رقم اثنين رح نحكي عنه هي أهمية ربط الاسم العلمي مع اسم التجاري. يعني مشكلتنا نحن كل الطلاب اللي بتخرجوا من الجامعة بيكونوا حافظين scientific name، نفترض مثلا حافظين أزيلك أسد. الأزيلك أسد متوفر بكثير براندات نيم بما فيها سكينورين، بس نحكي إن شو سكينورين شو دخله في الأزيلك أسد. لكن لو لقيت طريقة ذكية تربط الاسم مع الاسم العلمي مع الاسم التجاري بتكون ريحت حالك كتير. السكينورين يستخدم او الازيلك اسيد يستخدم لعلاج البشره، والبشره معناتها سكين في اللغه الانجليزيه، فبالتالي نحكي سكينورين هو نفسه الازيلك اسيد الموجوده فيه. فهايلايت ربطناها بفكره ذكيه. رقم اثنين، في عندي دواء اسمه بيتازول جي. بيتازول جي، البيتازول جي يحتوي على ثلاث مركبات علميه اللي هي بيتاميثازون، في عندي مايكونازول، وفي عندي جنتامايسين. فلما بحكي بيتا فهو اختصار البيتاميثازون، الزول للانتي فانجل، الجي اللي هو الجنتامايسين انتي بكتيريال. فلما بحكي مريض بدي بيتازول جي فانا بعرف انه هو حيستخدم هذا الكريم للاكزيما او للفطريات او لاستخدام جلدي. استخدامات اخرى ممكن تلاقيها مثلا نو بين. نو بين بيكون مسكن للالم. طيب شو علاقته الاسم بمستحضر او الاسم العلمي مع انه اسمه دابروكسين؟ اللي هون دلوا عليه بالانديكيشن، يعني احنا نستخدمه لعلاج الالم. فنو بين لا الم، اسم العلمي او الاسم التجاري لا مركب النابروكسين. الشركة الثانية للنابروكسين حكت لك أنا ما بدي أسمي هاي الطريقة، بدي أسميها بطريقة أسهل لطلابي اللي هي بروكسين. سموا الدواء بروكسين وهو اختصار أو دلالة للمادة اللي محتوي عليه هو النابروكسين. مثال آخر الأموكلان. الأموكلان يحتوي على تركيبتين أدوية اللي هي الأموكسيسيلين والكلافونيليك أسيد. فأموكلان أموكسيسيلين كلان من كلافونيليك أسيد. لما أنت تربط الاسم العلمي مع الاسم التجاري كتير بتسهل عليك. لما تشوف وصفة مكتوب فيها أموكلان حتعرف إن هما قصدهم أموكسيسيلين، حتقدر هون أنت ببالك تروح تبدل لو ما عندك هذا الدواء. على سبيل المثال حيروح ببالك على أصناف معينة، حيروح ببالك على مضاد حيوي، حيروح ببالك على التحذيرات اللي إحنا لازم نحكيها للمريض. لما بحكي أموكسيسيلين مثلا عنده حساسية أدوية، إذا عنده GI symptom وهكذا.